السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين الاخوان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنتكلم معكم في واحد الموضوع اللي هو مهم بالنسبه لي انا. الاخوان في الصغري ما كانتش عندي مع البيكاله بزاف، وما كانتش عندي بيكاله يعني كثير ركبه على البيكاله ديال الدراري صحابي وكذا، يعني ما عمرها ما شديت واحد البيكاله وبقيت كنخرج بها كل نهار كل نهار كل نهار، لدرجه تعلمت كابري تعلم بزاف اللعيبات. بحال الا غتقول انا تلاحيت الدومين ديال البيكاله معطل بزاف لاخرت 2019، قول مع البدايه كورونا، يعني واحد 3 سنين دابا ديال البيكاله ولا 3 سنين ونص، ومع الخدمه والوليدات ما كاينش ديك لا ريبيتيسيون. شنو هي لا ريبيتيسيون؟ لا ريبيتيسيون هي ملي كتكون دري صغير كتجي كتلوح الشكاره كتهز البيكاله كتخرج كتبدا تسابق انت وصحابك تكابري شكون غيكابري، فهمتي؟ يعني دابا كتلقى راسك مثلا كتجي من الخدمه دير شي لعيبه كتقاد شي تويشه، فهمتي؟ كتقط رايدي مره في السيمانه، انا لا رايديت مره في السيمانه مداومه، راني كنخرج بالبيكاره بزاف، ولا خرجت مره في السيمانه راه عارفين ديك الخرجه ديال غنمشي للغابه وغنضرب واحد السيركو وغترجع، ولا غتمشي مثلا لشي بلاصه غتضرب واحد السيركو وغترجع. يعني ديك لا ريبيتيسيون ديال الخروج عاود واحد السكيل تبقى تريني عليه تريني عليه ما كتلقاش ليها الوقت. ولهذا اليوم بغيت ندير معكم تحدي. التحدي هو انني غادي نحاول نخرج على الاقل 3 مرات في السيمانه نتعلم الكابراج. ما كنعرفش نكابري، انا غنوريكم لقطات من الكابراج ديالي كي داير. الدراري اللي كيعرفوا الكابري وغادي يفهموني، وحتى اللي ما كيعرفوش غنكون لهم مثال حي ديال واحد ما كيعرفش كابري وغادي يدير تحدي. شنو هو التحدي؟ راه كيدبع لك الكذاب يبقى شي واحد يشرح لك في الفيديو ها كيفاش دير ها كيفاش دير، والله وما خرجتي كل نهار، ماشي كل نهار ولكن نهار نهار لا نهار يومين لا. كونسيستنسي. شنو هي الكونسيستنسي؟ هي الدوام المتابره، تبقى غتكابري 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 والله الا تعلمتي، وخا تفرج في 100 الفيديو شتي تخرج 3 المرات تحاول تكابري غتستافد منها اكثر من الا تفرجتي من 3000 فيديو ديال الكابراج كيفاش تكابري. داكور؟ دونك هذا الفيديو هذا ما غاديش يكون طريقه ديال كيفاش تكابري، ولكن طريقه ديال النوب باغي يتعلم يكابري وغيبدا يدير لكم. ماشي ضروري غندير داي 1 داي 2، يعني راني خرجت نهار يومين متابعه، داي 1 قد يكون هو النهار الاول اللي خرجت، قد دوز 3 ايام ولا يومين ما نخرجش، داي 2 غيكون هو النهار الثاني اللي خرجت، يعني وغادي نشوفوا شحال من نهار غادي نستغرق باش نحاول نكابري على الاقل 100 متر. هذا الفيديو الدراري قبل ما نبداوه كنت غادي نديرو فيديو واحد غادي نبدا نتعلم نكابري من الزيرو، ما كنعرفش حتى ندير ال 100 متر اللي وعدتكم بها. داكور؟ بان لي الفيديو غادي يجيني طويل بزاف، قلت غادي نقسمه على جوج لجوج الاسباب. السبب الاول هو انه باش الفيديو يجي قصير ما تملوش من الفراجه فيه، ما يمكنش ندير لك انا 10 ايام كل نهار فيه جوج دقائق 3 دقائق يولي الفيديو فيه نص ساعه. هذه السبب الاول. السبب الثاني هو انه الا كنت حاط الفيديوهات عندي وكنمونطي وكنتعلم نقد نعجز ما نخرجش الى اخره، وما تبقاش راشقه لي على هذا الفيديو هذا نسوبريميه وما نتعلمش. اما الا حطيت لكم بارت 1 وغنبقى نقول راه المتابعين ديالي كيتسناو البارت 2 غادي نوض صح نخرج ونوض نتريني ونتعلم. داكور؟ دونك هذه البارت 1 فيها تقريبا 4 مرات خرجت نتريني على الكراج، و 4 مرات اخرين ولا 5 غادي يكونوا في بارت 2 وغنوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله الا تعلمت، ولاني هاد الا تعلمت هي اللي غتموتيفيني باش نوض. خليكم مع البارت 1. دونك هذا داي 1، شوفوا المستوى ديالي كي داير في الكابراج حاليا، يعني كنقد نهز الرويضه نمشي بها متر وجوج ثلاثه بعد المره 5 كتصدق ليا
ومراها كطيح. يعني باش ندير 100 متر راه بالنسبه لي راه شي حاجه مستحيله دابا، مستحيله. شتي دابا تقول لي دير 100 متر ونعطيك 6 المليار والله ما نقدر ندير. ما هزيتش بزاف، هما الاخوان بالنسبه للديوان بركه عليا. اليوم نهار ثاني في التحدي، نشوف اليوم واش غنكون احسن من النهار الاول. ساشون كو البارح ما ترينيتش ارتاحيت، يعني بديت نهار الثلاث الاربع ما ترينيتش، اليوم الخميس. درت واحد ربع ساعة ديال لانطرامون ما كاملاش، اليوم الخميس. الشتا بانت ليا غادي طيح، الشجر كله كيتزعزع. لا صاحبي بليز بليز لا. كتصوبني في الدكاره، هي كتديني فين ما بغات، عند الطوموبيل، عند الحيط، ما كتدينيش قود. اليوم النهار الثالث عندي في التشالنج. البارح اللي كان هو الخميس خرجت درت التشالنج، كان النهار الثاني، واليوم الجمعه النهار الثالث ما خديتش روبو. اليوم ما عنديش الوقت بزاف، غادي ندير واحد 40 دقيقه تقريبا. فراني بزاف، كان كبرج زوين شيت الفران فران فران، خصني نخدم على الفران الاخوان، خصني نخدم على الفريناج. باقي عندي مشكل كبير في الفريناج، اكثر من الجناب. الجناب دابا ما فاقش تي لا، باقي عندي مشكل فيهم بجوج. بيان بيان تعاود، ما نعياش ما غنعياش، والله ما غنعيا. Nee, nee, nee. Mek.
واو كان فراني بزاف اصاحبي. لا نتعصب خصني نعكب راجل واحد زوين اليوم ونمشي بحال والله غير شي غادي يقطع راسه. دابا عندي المشكل الكبير الوحش الكبير هو قوه الفريناج. كنبغي نقيس الفرانه بشويه باش الرويضه القداميه الا كانت مهزوزه تهبط كندير لها باق باق كتهبط. لا بزاف على هاد الفران. حتى راه كنفراني راسي كيتنخض. شو مالي بقى فيا الحال. بارك عليا اليوم حتى المرة الجاية ماشي غدا اكيد ان شاء الله اثنين ولا ثلاثة جاي. One week later. اخر حصة درناها كانت الجمعة اللي فاتت وما ترينيتش. السبت لحد كان خصني نخرج بيكالا ما خرجتش. اثنين كنت مريض ثلاث مريض لاربع شوية. الخميس ما ترينيتش واليوم الجمعة. عتي سيمانة ما تحركت ما عرفتش غير القراصة باقي عاقل ولا تفورماطيت ازيرو. صراحة بديت كنقول ما غنتعلمش حيت بحال الا وصلت واحد لا ليميت اللي حدها ليا الفران. ما كنعرفش نجوج الفران بشويه واش من الريغلاج الفران ديالي ولا نورمالمون الناس كتعلم تكابري في اي بيك على فران سلك فران ديسك فران زيت كيف كيكابرو مزيان وشوية الميلان. الميلان ماشي مشكل ليه الدواء. المشكل الكبير عندي في كنخاف نطيح اللور بزاف وكنفراني دونك ما كنبيداليش بالزربه باش ما نطيحش. هذا المشكل كنصدق طايحه ليا لقدام. دونك سواء كطيح ليا اللور كنفراني سواء كطيح ليا لقدام حيت ما كنبيداليش بالزربه باش نيفيتي نطيح اللور ونفراني. هذا هو الجبل الكبير اللي دابا قدامي ما عرفتش واش نابوندولي ولا نكمل. دونك الاخوان من هذه البلاصه هذه يعني قبل من القادوس شويه حنا نقولوا من القادوس حتى غيسالي هذا الكودرون هذا وغيبدا كودرون واحد اخر غادي في الجهه الاخرى. انا نوري عليكم واحد الخط في الارض فيرتويال حتى لحد هنا 30 متر وزعما اليوم نضرب 30 متر حتى لحد هنا شتي هنا سالي الكودرون كودرون اخر 30 متر. يلا غنحاول اليوم ندير 30 متر. التارجيت اليوم هي 30 متر الا درتها في الضربه الاولى غنمشي بحالي سالي النهار اليوم. دونك الاخوان القادوس هو هذا غنهز من حداه نكون ضربت شي 6 متر وما كاملاش ولا 10. ناري هنا كنت غنوصل 30 متر 25 متر ضربت. نحاول نجرب واحد القضيه نقصح لا سسبونسيون ديال اللور جاتني كتفلكسي بزاف. على زهر صاحبي على زهر كي داير واو هاتي خرجت لي هذيك الطوموبيل كنت غير نحبس. كاين شوف اليوم بركه ديال الله يعاون الدراري عندهم